وامي والليل مليل طعم الزاد الجليل. بترفرف قبل ترحل جناح بريشات حزانة لما وجع شد الحمام وراها وسددت ديونها وشارت كفها للدفان تقف للموت يوماتي ما جاش ابن الجمال. عبد الرحمن الأبنودي. ولد عبد الرحمن الأبنودي في قرية أبنود بمحافظة قنا في 11 من إبريل من عام 1938، وداخل أبنود بدأت تتشكل ملامح شخصيته إذ تشبع هناك بعادات وتقاليد أهله. استمع الأبنودي من الجدات إلى الحكايات الشعبية التي شكلت وجدانه وثقافته، وقد ساعده ارتباطه الشديد بأمه فاطمة قنديل على حفظ أشعار القرية وطقوسها. وبعدها بمدة انتقل الأبنودي لمدينة قنا مع أسرته وعاش في شارع بني علي وتعرف على أغاني السيرة الهلالية. بعد المديح في المكمل أحمد أبو درب ساي أحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل زاي. شعر الأبنودي وقتها أنه محاصر إذ لم تروي هذه البيئة ظمأه بسبب رغبته في ممارسة الشعر بشكل حقيقي، فقد نشأ في بيئة محافظة بحكم مهنة والده كمأذون شرعي، وشعر أن هذه البيئة غير مناسبة لشاعر، فهاجر إلى القاهرة برفقة صديقه الشاعر أمل دنقل والقاص يحيى الطاهر عبد الله. وجاءت الأبنودي الفرصة عندما قدم له صلاح جاهين فرصة نشر أشعاره في جريدة الأهرام، فانطلق في عالم الشعر والأغنية، كما نشر قصيدته تحت الشجر يا وهيبة بمجلة صباح الخير، وغناها الفنان محمد رشدي فيما بعد، وحققت نجاحا كبيرا. دخل الأبنودي بعدها لعالم التأليف الغنائي وكتب أغنية عن دودة القطن وعرضها على صلاح جاهين، ثم أعجب بها مدير الإذاعة المصرية وحولها لأغنية. تسابق المطربون للغناء من كلماته، وبدأت علاقته بالمطرب عبد الحليم حافظ وكتب له مجموعة من أشهر أغانيه مثل أحلف بسماها وبتربها، المسيح، ابنك يقولك يا بطل، أحضان الحبايب، وأنا كل ما أقول التوبة. أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني المجادير يا عين، ترميني المجادير يا عين. يحكي الأبنودي في أحد لقاءاته أنه اجتمع بعبد الحليم حافظ في الإذاعة بعد نكسة يونيو، فطلب منه أن يقدم شيئا عن الهزيمة المرة، فأسمعه الأبنودي كلمات أغنية عد النهار. كتب بعدها الأبنودي الأشعار لكثير من الأفلام مثل أغاني فيلم شيء من الخوف وفيلم البريء، كما كتب أغاني مسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل ذئاب الجبل لتصبح أغنية تتر المسلسل الشهيرة. قالوا علينا ديابة وإحنا ناس غلابة، يا مغنى ودي غني يا مغنى ودي غني حكايتنا عالربابة. توفي الأبنودي عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض. إذا جاك الموت يا ولادي موت على طول، اللي اتخطفوا فضلوا أحباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب، واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا هما لسه حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا العتاب.